هلا لو جينا في المعادلة هاي عوضنا يو تساوي تان ثيتا على 2 ويساوي ساين ثيتا على 2 وساين ثيتا على 2. إذا بصير عندي يو سكوير بساوي ساين سكوير ثيتا على 2 على كوساين سكوير ثيتا على 2. محل ساين سكوير بقدر احط 1 ماينس كوساين سكوير ثيتا على 2 على كوساين سكوير ثيتا على 2. الان بقدر احول الكوساين سكوير لساين ضعف الزاويه. متذكرين المعادله؟ راجعها هون. عندي كوساين A بلس B ايش بتساوي؟ كوساين سكوير A أو كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B. مضبوط. فبصير عندي كوساين 2A يساوي كوساين سكوير A ماينس ساين سكوير A، والأقلام كلهم يكونوا كوساينز. فبحط هون عندي كوساين سكوير A ماينس 1 بلس كوساين سكوير A، فبصير عندي 2 كوساين سكوير A ماينس 1 يساوي كوساين 2A. وانا بدي اتخلص من الكوساين، فبصير عندي كوساين سكوير 2 كوساين سكوير A بيساوي كوساين 2A بلس 1 على 2. مضبوط؟ اذا مش متذكر هالمعادلة. هلا محل A راح احط هون ثيتا على 2، فبتصير هادي. مضبوط. ناخذ هلا هاي نعوضها هون. بصير عندي هاي 1 ماينس كوساين عفوا كوساين سكوير ثيتا على 2 بتصير كوساين ثيتا بلس 1 على 2. على كوساين ثيتا بلس 1 على 2. بطلع 2 فوق بتروح هون بتروح هاي. بصير عندي 2 ماينس كوساين ثيتا ماينس 1 على كوساين ثيتا بلس 1 بصير 1 ماينس كوساين ثيتا و1 بلس كوساين ثيتا. هذا شو بيساوي؟ يو سكوير. هلا اذا عملنا ري ارينجمنت ضربت راح يصير معي كوساين ثيتا بلس 1 يو سكوير. يو سكوير بيساوي 1 ماينس كوساين ثيتا. بدي احط كل شيء بدلاله كوساين، فبصير عندي يو سكوير كوساين ثيتا يو سكوير. هذه ماينس 1 بتيجي هون بتصير بلس 1 تساوي، وبنقول هذه هون بتصير عندي 1 ماينس يو سكوير. مضبوط. فبصير عندي كوساين ثيتا بتساوي 1 ماينس يو سكوير على 1 بلس يو سكوير. مضبوط هيك. هذا السبستيوشن تحول لهذا السبستيوشن. هلا لو بدي ايش اعمل؟ بدي اطلع ساين ثيتا تساوي 1 ماينس كوساين ثيتا سكوير تحت الجذر. مضبوط. هلا بنربع هذه هون بتصير عندي 1 ماينس 1 ماينس يو سكوير تربيع على 1 بلس يو سكوير تربيع. ناخذ هاي تحت الجذر 1 زائد يو سكوير. بصير عندي هلا هون 1 بلس يو سكوير ماينس 1 ماينس يو سكوير. هاي عندي تربيع مش هيك؟ هاي تربيع وهاي تربيع وهاي تربيع وهاي تربيع وهاي كلها من هون تحت الجذر. هلا هاي بتصير كانها فرق بين مربعين. مضبوط. 1 ماينس يو سكوير ماينس 1 بلس يو سكوير 1 ماينس يو سكوير. فبتصير اكس سكوير ماينس واي سكوير شو بتساوي؟ اكس ماينس واي في اكس بلس واي. مضبوط. متذكرين الفرق بين مربعين؟ x square minus y square شو بتساوي؟ x minus y x plus y. مش هاي الفرق بين مربعين؟ فبتصير 1 plus y تربيع minus، فبروح الواحد مع الواحد بصير عندي 2y تربيع. طبعا
وبعدين هذول إذا جمعتهم بصيروا 2 على 1 بلس يو تربيع تربيع تحت الجذر. 2 × 2 4 4 يو تربيع. إذا أخذتها تحت الجذر 4 يو تربيع شو تعطيني؟ 2 يو. هي السبستيوشن الثاني. إذا هي عندي هذا السبستيوشن وهذا السبستيوشن، راح نستعملهم الآن حتى نحول هاي المعادلة لمعادلة الجبريك.